السلام عليكم. اليوم درت واحد الساندويتش ديال التوست على طريقه كروك موسيو. داكشي ساهل وما كنحتاجوش بزاف ديال المقادير. كنديرو عاده حين ما كيكونش عندي الكانه باش نطيب. بالنسبه للمقادير، عندي الخبز ديال التوست، جوج البيضات، عندي جوج شرائح ديال الدجاج، عندي الفرماج ديال البرغر، وعندي الفرماج غابي، الزبده الربيع، الابزار والملحه. في الاول كنوجدو الاومليت. كنهرس جوج البيضات، كنزيد ليهم الربيع، الملحه والابزار، وكنخلطهم. كنجيب واحد المقله كندوبو فيها الزبده باش نسخنو فيها الطوست ديالنا. واذا عندكم الماكينه ديال غريبا هذاك كذلك تقدروا تستعملوه. ودابا نخليكم تستمتعوا بمشاهده الوصفه. واذا عندكم شي اضافات ولا انتقادات يا ريت لو كان تخليهم لي في التعليقات ديالكم. وشكرا. ودابا غندير عليه الفرماج غابي وندخلو للفران غير باش يتكراتيني شويه. اذا عجبتكم الوصفه ما عليكم الا تجربوها وتشاركوها مع الاصدقاء والاحباب. وشكرا. هذه هي النتيجه النهائيه. دمتم في رعايه الله وحفظه، وإلى وصفة جديدة مقبلة إن شاء الله. السلام عليكم.